كلمني عن توفيق العدل الله يرحمه والدك. الله يرحمه. علاقتك بيه تعنونها بإيه؟ العنوان العريض ليها؟ إنه كان راجل سابق زمانه. بمعنى؟ سابق جيله. بمعنى إنه كان بيأتي بأفعال معانا أنا ناس ما عرفتش أعملها مع أولادي. زي إيه؟ زي إنه مثلا كان رجلا هينا لينا ذو مهابة في نفس الوقت. عمره ما سمعت صوته تقريبا عالي، عمره ما مد ايده على حد فينا، بنخاف منه وما عملش حاجه باي حد طول عمره. راجل مثقف، قارئ جيد جدا، محب للفن، وجايز ده سبب ما دخل سامي ورمز الفن هو نفسه. وكان له اصدقاء كثيرين زي عبد الرحمن الخميسي ويحيى شاهين ويوسف ادريس وحاجه بالشكل ده، وعلمنا كلنا القرايه، وكنا كجيل ستينات زي اغلب البيوت يعني، كان مسرح القومي ومسرح كذا ومسرح كذا ومليون مسرح من دول، فتقريبا كنا كل شهر على الاقل بنروح مره او مرتين مسرح منه. وكان جنبنا في حي شبرا، طبيعي يبقى جنبنا سينمات، كان في حي شبرا 20 سينما، فكل اسبوع ما كنتش السينما. فالشكل الثقافي ده اللي اتربى عليه جيلنا انا اعتقد انه كان مناخ عام وجزء اساسي منه الوالد الله يرحمه. الصفه اللي ما خدتهاش منه انه كان في بزنسه اطيب مني كذا مره، تحصل له كوارث بسبب انه ما كتبش، ما ادى حد ثقه زياده فما خدتهاش منه. كان اطيب منك بكتير. يا شرير. لا انا مش شرير، انا بحاول اتجنب الغلطات اللي هو عملها، عشان عايز اقول لك ده انا حتى بعد وهو خلاص هو كبير، انا كنت بقعد ادرس مع نفسي هو ليه في التوقيت الفلاني وهو حاجه حصل له ايه، فبدرس اشوف ليه لنفسي.